أهلا بكم في الحلقة دي. نتعرف على اسم جديد من أسماء البنات زي ما تعودنا كل يوم من سلسلة معاني الأسماء، وهو اسم أمجاد. هنعرف معناه وصفاته وحكم تسميته وكل شيء عنه، ولكن في البداية بتمنى منك عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اسم أمجاد من الأسماء اللي لها قيمة وجاذبية لمجرد سماعها، من ضمن الأسماء القديمة جدا واللي كانت منتشرة بصورة كبيرة من قديم الزمن، ولكن الآن غير متداول وقليل التسمية بسبب كثرة الأسماء الجديدة. واسم أمجاد من ضمن الأسماء اللي بتحمل صفات كتير وجميلة، اسم علم مؤنث ومذكر أيضا من أصول عربية خالصة، ومعناه الكرم والعزة والشرف ورفعة الشأن والشموخ. أمجاد من الشخصيات الطموحة والناجحة في معظم مجالات حياتها، إنسانة عملية وذكية في العلاقات الاجتماعية، صريحة وواضحة وبتتعامل بتلقائية مع كل الناس، بتمتلك قدر عالي من الأخلاق وبتحب مساندة ومساعدة الغير، بتفضل العمل والشغل والانطلاق أكتر من جو البيت والزواج، ولكن عندها القدرة أيضا على تكوين أسرة ناجحة وتربية سليمة. عندها عزة نفس والكرامة صفة أساسية في شخصيتها، بتمتلك حامل اسم أمجاد ثقة كبيرة جدا في نفسها، وده بيعتبر من أقوى أسلحتها. الرجل اللي بيحمل اسم أمجاد رجل بيمتاز بالشجاعة وقوة الإرادة والجراء، إنسان متفائل وعنده قوة وصبر وتحمل كبير جدا، بيعتبر من الناس المقدامة اللي ما بتخافش من شيء، محب للحياة وشهم، شخصية عندها وقار وهيبة بتجعله ليه مكانة وتقدير من كل اللي حواليه. حكم تسمية الاسم متفق عليه وجايز تسميته، لأنه من الأسماء الجميلة اللي بتحمل كتير من الصفات الإيجابية، ولا يحرض على العبادة لغير الله ولا يسيء لله عز وجل، فالاسم جايز تسميته ومستحب. شاركنا برأيك في التعليقات والاسم اللي حابب نتكلم عنه ونعمل له حلقة مخصوص. لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الحلقة الجاية.